السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الخريج حمد سعيد الكعبي، كلية اتصال وإعلام، تخصص علاقات عامة بتقدير امتياز. أنا سعيد جدا وفخور بتخرجي بتقدير امتياز من جامعة العين. أحب أقدم شكري لطاقم جامعة العين بكل ما قدموه لنا من تسهيلات في الدراسة، وأحب أقدم نصيحة لخريجين الثانوية عامة وبالأخص الموظفين ككوني موظف، ولا شو رأيك حامد؟ صحيح أخوي حمد. السلام عليكم، معكم الخريج حامد سعيد الشبلي من كلية التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، تخصص علم النفس. أعيد كلام أخوي حمد، بما أني أنا موظف وعشت هذه التجربة في جامعة العين وتخرجت منها، وأشكر الدكاترة ما قصروا معانا وجميع الطاقم العمل. حامد متحمس للحفل؟ ايه متحمس للحفل. وانت حمد متحمس؟ وايد متحمس. متى بيكون؟ بيكون تاريخ 19/10/2022 بقصر الامارات. نعم بقصر الامارات، ريونا.